ازيكم؟ حلقة جديدة من حلقات شارع النهار على قناة النهار. شارع النهار بيجي من يوم السبت ليوم الأربع الساعة 5 والإعادة بتبقى الساعة 2. الشارع النهاردة هيبقى فيه حاجات جديدة وحاجات ثابتة، بس هقول لكم على الفقرات بتاعتنا بعد بقى ما أقول لكم على الفقرة الثابتة اللي هي فقرة المطبخ اللي هيقدمها لنا سيلفي. ازيك يا سيلفي؟ كويسة. كل هتعملي ايه النهاردة؟ هعمل كفتة بطحينة ومقلوبة بسلة. مقلوبة بسلة؟ عمرك سمعتي عن مقلوبة بسلة قبل كده؟ لا سمعت عنها. بحبها. تعرفي تعمليها ولا لا؟ لا ماما بتعرف تعملها. انت تعرفي تعملي ايه؟ بعرف اعمل شيش طاووق، الحاجات النواشف اكتر. بتحبي النواشف اكتر؟ وانت يا بيتر؟ لا ايوه انا جاي لك كده، انا على الحامي. بتحبي تاكل ايه؟ النواشف برضو. بتحبي النواشف اكتر؟ والله شكلك ما بتحبهاش، بس قلت اسال كده. لسه متقاله دلوقتي. سيلفي عياد هتبقى معانا النهارده في المطبخ، هتقول لنا ازاي نعمل المقلوبه بطريقه صحيه جدا جدا، وكفته بالطحينه منها فينا. ليكي في الرياضه؟ شويه. ايه اكتر لعبه بتحبيها؟ البيلاتس مثلا. بيلاتس؟ لا انا بتكلم على الرياضات، الكوره، الحاجات دي كلها. لا ما مالكيش، مش متابعه يعني. بيتو كوره؟ كره القدم. ايمان؟ لا بروح الجامعة على طول. لا سيبك من الجامعة، بكلم على الرياضات. الرياضات اللي بتطلع، مش عارف اللعيب الفلاني الفلاني اللي مش عارف ايه. لا مالكيش. علشان كده، علشان احنا كلنا بلاس في الرياضة، شرفني منورني فقرة جديدة تماما. كريم زكريا. ازيك كريم؟ ازيك يا حوش؟ عامل ايه؟ كريم عامل عنده قناة على اليوتيوب بيكلم فيها على اخبار الرياضة، والميزة في الموضوع ان هو ما بيتكلمش بس على الرياضة جوه مصر، لا بيتكلم على الرياضة جوه مصر وانترناشونال، كرة القدم وحاجات كتيرة جدا. النهاردة هتكلمنا عن ايه؟ هكلمك على طبعا منتخب مصر اللي هو هيلعب كمان اسبوع في بطولة افريقيا ان شاء الله اللي هتتنظم في مصر، ودي مؤهلة. انت منتخب مصر كان هيلعب؟ لا خالص. بلدك يعني. اديك اهو شفتي. وهنتكلم طبعا على محمد صلاح ان هو متصدر الدوري الانجليزي، وهنتكلم على جون تريزيجيه، ويعني في شويه حلوين يعني، بس كلهم حاجات بوزيتيف ان شاء الله، يعني حاجات كويسه يعني. هتعلمنا؟ انا هعلمك. انا عايز اقول لك ان انا بطيخه، انا ما اعرفش اي حاجه، مش عايز اقول انا ماليش في الكوره. بص انا بحسد الناس اللي مالهاش في الكوره على فكره، يعني بتبقى انت قاعد بقى مشدود جدا، وجون جه كانه جه فيا مثلا، بتبقى قاعد متعصب جدا. عشان كده ما بتفرجش على الكوره. عشان كده انت ما بتتفرجيش على كوره. ليكي في الاغاني؟ طيب لا بحب اسمع. بتحبي الاغاني العربي ولا الانجليش؟ الاثنين يعني، بحب اسمع. تفتكري الدي جي شغلته ايه؟ بيعمل بقى ريماكس وبيعمل اغاني مع بعض، يعني في حاجات ما بحبهاش بحبها بعد ما تتلعب على الدي جي مثلا. وانت يا كريم؟ انا بسمع كل الاغاني. بتسمع كل الاغاني؟ طب تفتكري يعني دي جي الكلمه نفسها جايه من ايه؟ تعرف؟ لا بس اتس اباوت ميكسينج مثلا، ما اعرفش، ما يعني اللي بيجي في دماغي دايما الدي جي انه بيدخل اغاني في بعض، بيطلع لنا حاجه نفسه حلوه. بيعرف في الكوره وبيعرف في كل حاجه. لا احنا معانا فقراته وما يعرفش على حاجه. دي جي يعني ايه؟ يعني ديسك جوكي. ديسك جوكي. ديسك جوكي يعني ايه بقى؟ ديسك اكيد صح، جوكي بقى هو بيميكس، بيعمل الحاجات دي كلها. شفت بقى الديكس ده؟ هتعرف انت اسمها ديسك جوكي؟ بقى شرفني ومنورني النهارده بيتر اكرام او بيتو، هو بقى هيقول لنا النهارده ايه شغلانه الدي جي وليه اسمها دي جي وازاي بيميكس الاغاني مع بعض. ايمان بتقول لك ان انا بحب الاغاني بعد ما بسمعها في الدي جي. وطبعا بقى معايا ايمان احمد، مشرفاني ومنوراني. بس ايمان هتعمل حاجه مختلفه النهارده، هتعملي ايه؟ هعمل ستايلنج للفستان الاسود. ازاي ممكن يبقى عندنا وان بيس ونلبسها باكتر من 5 أو 10 طرق مختلفة، ويبقى الشكل مختلف؟ يبقى الشكل مختلف يعني، عشان في ساعات كتير بنجيب لبس نلبسه مرة واحدة خلاص ونسيبه. وكمان الفستان الاسود دي حاجة اساسية بتبقى عندنا كلنا، فممكن نلبسها مرة وخلاص. انا بقى حبيت ان انا اغير ان احنا نلبس الحاجه كذا مره، كل مره تبقى شكلها جديد وتغيري الستايل نفسه. بالظبط. يعني الفستان الاسود ده ينفع في خروج وبعد كده ينفع في خروج، ينفع بالليل، ينفع الصبح، على حسب الستايل اللي انا هلبسه هيبقى ينفع للمناسبه دي، جامعه او نزول بالليل. يا اخي البنات دول عندهم حاجات بيغيروا لك، بتقول لك هتعمل 5 طقم من حاجه واحده. 10 يا بنتي انا بلبس الحاجه ما بفكرش. ايه كريم؟ 10 سنين. 10 سنين ما بفكرش اصلا. انت بتلبسيه مره ترميه بتفكري تعملي منه 10 طقم؟ الله يكون في عوني. عشان كده انت ما تتفرجيش على الرياضه. بالظبط. عشان كده ما تتفرجيش على الرياضه. زي ما احنا معودينكم ان احنا دايما في شارع نهار بتبقى المقدمه بتاعتنا، واحنا داخلين كده بيقولوا لنا على احصائيه، بيقولوا لنا على دراسه بنتكلم فيها، على حاجه بتحصل حوالينا. فدلوقتي عايز اخد رايكم في الموضوع ده. حد فيكم اتفرج على ذا كيوريوس كيس اوف بنجامين باتون؟ ولا اتفرجت عليه؟
اتفرجت عليه؟ انت لو اتفرجت عليه. نعم. The Curious Case of Benjamin Button هو فيلم بتاع براد بيت. هو كان كل ما بيكبر في السن بيصغر في الشكل. ده كان الفيلم بتاعه لحد ما كبر خالص، يعني كبر عمره، يعني كبر في السن، ففضل يصغر 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 كطفل. طبعا ده فيلم يعني انا بقى مش عارف اقول يؤسفني ولا ايه، ان الحاله دي موجوده بالفعل. الحاله دي موجوده في الفعل، ان راجل صيني حقيقي عنده 34 سنه بيمر بمرض نادر تماما، وهو كل ما بيكبر بيشبه الاطفال، وده اثر اصابته في حادث في دماغه وهو في سن سنين. عمل ايه؟ وقف نمو شكله وهو يبدو كطفل صغير تماما، بالرغم من ان هو سنه 34 سنه بس شكله طفل صغير. ايه رايكم في الخبر ده، او تحبوا تقولوا ايه فيه او كده؟ بص يعني انا بالنسبه لي طبعا ربنا يشفيه الاول طبعا، وانا مش انا شفت الفيلم بس مش متابع طبعا الحاله دي، اول مره اسمعها منك الحقيقه. بس في طبعا يعني هو محتاج ان هو يقعد بقى نفسيا يتعالج، لان خلي بالك هي الامراض بتوصل النفسيه دي بتدمر اكتر من اي حاجه. هو الفكره خلاص هو ربنا خلقه كده لازم هيعيش كده. انا عايز اقولك ان انا الفيلم ده من الافلام اللي اثرت فيه جدا جدا، ان هو كان براد بيت وقتها بيتر كان خلاص عمال بيكبر وشايف مراته او شايف حبيبته، يعني عم هو بيصغر في السن وشايف حبيبته اللي هو بيحبها بتكبر. عماله بتكبر جدا جدا مش قادر يواكبها في حياتها. ففي ناس ممكن تبقى فعلا حاسه ان هي شكلها يبقى اصغر، نفسها يبقى شكلها اصغر، بس كل اللي حواليك عمالين بيكبروا. بتوصل لمرحله لا قدر الله، هي احنا بنقولها كفيلم او دراما، بس بيوصل لمرحله ان هم لا قدر الله لا قدر الله بس كل اللي حواليك بيموت وانت شكلك عمال بيصغر بيصغر، بتحس انك انت غريب او في انواع. ايه رايك يا سيلفي؟ والله دي حاجه يعني غريبه، بس ما كنتش عارف ان هي حقيقه، ما اعرفش ما كنتش عارف ان هي حقيقه لحد ما النهارده وانا داخل بيقولوا لي دي غريبه قوي. ايه يعني اغرب مرض سمعتي عنه؟ اغرب مرض يعني هو دي غريبه قوي بالنسبه لي. ايه رايك يا بيتو؟ هو دي حاجه نادره، انا اول مره اسمع عنها فعلا، هي حاجه غريبه يعني، بس ما اعرفش. انا تخيل كمان ان انا في مره كده سمعت عن مرض، بس انا يعني انا اكاد اكون بفتي يعني، لان انا مش عارف صحه الخبر ده ايه، ان بيقول لك ان في ناس وهي بتعيط شكلها بيضحك، ده حاجة غصبا عنهم. انه بدل ما يعيط، يعني احنا بالنسبة لنا العياط بيغير المسلز لشكل زعلان او كده، هم بيضحكوا ظاهريا بس من جواهم بيموتوا بالألم. فانت بتبقي فاكرة، وده حاجة صعبة عليا جدا، انت فاكرة ان هو مبسوط وبيجي البني ادم يقعد يضحك في وشه، بس هو بيبقى من جواه بيتدمر. ايه رايك في الموضوع ده؟ ده الجوكر قوي. لا بس هو بقى ده فعلا يعني في ناس انا عارفه ان في ناس، وفي ناس كتير بتبقى فعلا بتبقى باين عليها ان هي كويسه وعاديه ومبسوطه وبتضحك، وبتبقى هي مش كده خالص يعني. طبعا ده كل الناس فيها حاجات كتيره جدا. خلونا بقى النهارده في شارع النهار، هنتكلم النهارده على المطبخ مع سيلفي، وبعد كده هنتكلم مع كريم في اخبار الرياضه اللي موجوده، وانا احب اقول لكم ان انا لا افقه شيء، فولا تنتظر مني اسئله ولا تنتظر مني ردود فعل. لو قلت لي على اي حاجه امين، ما عنديش اي مشكله. ايمان احمد وبيتو هيكلمنا على الدي جي، هعمل لكم الفقره بتاعتنا، فقرات كتيره جدا جدا في شارع النهار على قناه النهار. ورجعنا لكم الفاصل، وطبعا الفقرة الثابتة اللي معانا في شارع النهار هي فقرة المطبخ. مشرفني ومنورني سيلفي عياد. ازيك يا سيلفي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله حلو. بقالي سنين ما شفتكيش، بس النهارده اهو جمعنا في الشارع. هتعملي لنا ايه يا سيلفي؟ هعمل كفتة بطحينة ومقلوبة بسلة. مقلوبة بسلة؟ دي أكلة مصرية مقلوبة بسلة ولا لا؟ مش مصرية، مقلوبة يعني، هي شامي يعني. بس يعني هي زي رز بالبسلة بس مقلوبة يعني. بنقلبها وكده. طب يلا قولي للناس على المكونات. اوكي، مقلوبة البسلة الأول هحتاج كوبايتين دقيق، كوبايتين رز. أيوة. أوكي، ونص كيلو بسلة. أيوة. أوكي، وهحتاج قرفة وسبع بهارات وملح وفلفل وزبدة وبس. هو ده الحاجات اللي احنا هنحتاجها للمقلوبة البسلة. سيلفيا انت ايه اللي خلاكي تحبي بقى المطبخ والحاجات دي كلها؟ بص، من اول ما انا صغيرة وانا بحب اصلا اطبخ، من انا صغيرة خالص. فقررتي ان انت تعملي بلوج بقى على انستجرام وتسميه ايه؟ فيفيز واي. فيفيز واي. فيفيز واي. فيفيز واي، طريقة فيفيز للمطبخ. طب يلا بينا. أوكي. فيفيز. اول حاجة هعمل هحط الرز، هعمل الرز، هحط الزبدة. أوكي. اوكي، تحبي اقلل لك شويه النار؟ ممكن شويه ولا تمام؟ لان النار عندنا عاليه قوي. عاليه. لا نقلل. واحط عليها شويه زيت عشان
بتتحرق بسرعه. قادره اقول لك النار عندنا بتبقى عامله ازاي؟ عاليه قوي. اه ايه اكتر اكله انت بتحبيها في البيت؟ بص انا بحب طبعا البيكريز اكتر حاجه، الحاجات المعجنات. معجنات وبحب ال دي قرفه. دي قرفه تحفه. اول حاجه احط قرفه. دي غريبه قوي موضوع القرفه ده. اه عشان يبقى طعمها مع الزبده هتلاقي ريحتها كده تزيد كده. اه وهحط معلقه 7 بهارات. اوكي اوكي. وهحط بقى اللحمه وش كده كله على طول. اه بس ماشي. اقلب كده شويه عشان تاخد اللون. عشان تاخد لون وريحه. شامم ريحه حلوه رهيبة. ازاي الريحه رهيبه. هحط بقى اللحمه. اساعدك. اوكي. ولو في حاجه تانية هتعمليها انت قولي للناس عليها قبل ما اقلب. ممكن الكفته بقى، الكفته بالطحينه ممكن نعملها. بس عايزه بس احط هنا شويه ملح. حطي اللي انت عايزاه. يا جماعه الريحه رهيبه. انت حطيتي زبده وزيت وقرفه و7 بهارات. اه وحمرتهم كده وبعدين رحت حطيت اللحمه. وهحط بقى دلوقتي الملح والفلفل. ها اوكي. عايزه بقى اللحمه تتحمر جامد قوي. هسيب شويه على جنب عشان نحطهم في المقلوبه. ممكن من تحت. ما تنسيش الجوانتي على فكره. لا عشان لا هعمل الكفته. اه ماشي. هبتدي بقى في الكفته. كفته بطحينه دي هحتاج لحمه مفرومه. اوكي اوكي. و هحط عليها بصله مبشوره. ماشي. انا الريحه رهيبه. ريحه حلوه قوي. اه عشان القرفه. ها القرفه والسبع بهارات بيدوا طعم حلو قوي. بقول لك ايه يا سيلفيا، اكتر الاسئله اللي بتتسال لك على الانستغرام بتاعك فيفيز واي ايه بقى؟ بص بيبقى الناس عايزين اكل سهل وسريع، وده انا بحاول اعمل حكايه ديت ان انا بحاول اعمل اكل الاكل اللي الناس فاكرينه صعب قوي انا بحاول اعمله بطريقه سهله. وبحط فيديو، يعني بحط فيديو سريع للي مش بيحبوا يشوفوا الحاجات بالتفاصيل، وبحط فيديو بقى بالتفاصيل بقى بتفاصيل التفاصيل. اه يعني انت للي هي ايديها في المطبخ بتحطي فيديو سريع. اللي لسه بقى تدخل المطبخ دي بتبتدي ستيب باي ستيب باي ستيب. و انت بتشتغلي يا سيلفيا؟ اه. طب وبتلحقي بقى تعملي الحاجات دي بعد ما ترجعي من الشغل؟ بص بحاول، يعني اصل انا بحب، واحنا اصلا انا كده كده بناكل كل يوم فخلاص فبعمل الاكل. وانا كنت خايفه ابتدي البيج ديت علشان برضو قلت زي ما انت بتقول كده ان انا مش هلحق اعمل ولازم ابقى كوميتد بقى بال لان الناس اللي هتتابعك هتبقى عايز تعرف حاجات. اه هتبقى عايز تعرف وكده. بس انا يعني انا بعمل ان هو يعني مش كل يوم، مش كل يوم طبعا، لما بس بلاقي بتقدري بتعملي حاجه. يعني بحاول اعمل يعني ابقى موجوده. انت بتزودي ايه على الكفته؟ حطيت ملح وفلفل و7 بهارات وقرفه وهرش عليها شوية جوز الطيب. رشة كده بتديها طعم حلو. اوكي اوكي. حلوة المبشرة الصغيرة دي. لذيذة قوي. دي الجوز الطيب عشان تبقى فريش. يعني بصي ممكن جوز الطيب لو حطيناها مش هتبقى حلوة، بس ريحتها مش هتبقى جامدة قوي كده غير لو عملتها فريش. بفضل بقى اعملها كده، اعجنها كده شوية. تدخلي كل المكونات في بعض. احنا دي خلصت صح؟ لسه بتالي ولسه قدامها ثانيتين كده يعني ممكن. أوكي. طب قولي لي عايزه اعمل ايه؟ ما تتعبيش نفسك. بص عايزه اشيل شويه كده على الجنب. عايزه تقسميها اتنين، احط لك مش اتنين، يعني اشيل شويه صغيره في طبق صغير. ها. عشان لما اجي بقى اعملها تحت احط لحمه مفرومه تحت وفوقيها الرز. طيب كملي للناس انت بتعملي ايه. اوكي اقول كفته بعجنها كويس، اتاكد ان كل ال احطها هنا سيلفيا ولا ممكن حبه كده اشيل شويه كده. ايوه حبه كمان. ها بس. تاني معلقه صغيره كده حلو. واسيبه على جنب. نحطه على جنب. نحط بقى دلوقتي البسله عليها واقلبها. بص هي دي انا بتنفع الاطفال بيحبوها قوي، وكبارنا كل اصحابي او كل الفولورز مندي اللي هم شافوها، يعني هما الحاجتين دول اكتر حاجتين بلاقي الناس بيعملوهم ومبسوطين منهم. يعني لا وبعدين هو مليانين قيمه غذائيه. قيمه غذائيه جامده قوي. و بروتين وخضار، يعني دي وجبه متكامله فيها بروتين وخضار ورز وكل حاجه. انا دلوقتي الكفته هصبحها. انا بصبحها بحطها زي دي ظهر معلقه. ظهر المعلقه. علشان لما تبقى لما تستوي ما تبقاش من جوه مكتومه كده، يبقى في هواء كده علشان الدهون لما تسيح تديها، يعني ما تبقاش ماسكه نفسها كده. حلو قوي. اوكي انا عايزه البايركس. عايزه ايه؟ البايركس اللي هحط فيه ده. اوكي اوكي ده مثلا ولا مش ده خالص؟ لا بايركس.
استني ان اشوفه لك. هو رأفك اهو. اه صح. اوكي. استني اما اجي لك كده. ممكن بقى تحط الرز عليه. ده. اه. زي ما هو كده الرز ده رز من الكيس عادي. رز مغسول طبعا. ها. غسلاه يعني. احطه كله يا سيلفيا؟ اه كله وقلب. ها. اهي الكفته بعملها صباحا. انا بعملها كبيره علشان هي بتكش اصلا الكفته يعني. بتكش ها؟ اه. ونقلب بقى يا سيلفيا الرز على اللحمه. اه ونحط ملح. احط شويه ملح. احط شويه ملح. اوكي. وعايزه فلفل ولا لا؟ اه شويه فلفل طبعا. اوكي. ملح اكتر شويه. حاضر. عشان مساعد شيف ايه؟ ايه رايك؟ لا بقيت بروفيشنال انت في الطبخ. طب بتحبي الحلويات؟ اه بحب قوي اعمل برضو حلويات. ايه بقى اللي بتحبي تعمليه في الحلويات؟ بحب اعمل تشيز كيك مثلا بحبها قوي بكل الطرق بتاعتها. هي ليها طرق كتيره؟ اه طبعا ممكن تشيز كيك العاديه ممكن تشيز كيك اعملها بحط عليها اي نوع فاكهه مثلا او اي حاجه بتبقى حلوه. وفي ناس اصلا ما بيحبوش الجبنه قوي بس يعني في انواع تشيز كيك ما بتبقاش جبنه قوي كتير قوي يعني لان في ناس مالهاش في الجبنه قوي. اهي الكفته. انا ماشي صح؟ اه حلوه قوي. ممكن نحط بقى شويه قرفه كمان. قرفه؟ اه. اهي احط قد ايه؟ حط معلقه كده رشها كده. اهي بتدي بقى طعم وريحه تحفه. ريحه تحفه بقى. اهي. وقولي لي يا سيلفيا انت عندك ولاد؟ اه عندي. بيحبوا ايه بقى؟ بنتين. ربنا يخليهم لك يا رب. اسمهم ايه؟ زينه وامينه. زينه وامينه؟ اه. ايه يا زينه؟ مصغيرين. ما جوش ليه معاكي؟ المره الجايه. مره بقى تجيبيهم جوه المطبخ معانا. اه امينه بتحب هي صغيره بس بتحب تقلدني يعني. طب وقولي لي ايه اكتر اكلات بيحبوها؟ بص هما بيحبوا الاكل يعني هما مالهمش قوي في الخضار بس انا بحاول احط يعني اعمل خضار مش باقي يعني مستخبي في الاكل. اه يعني. زي ايه بقى؟ بس دي مثلا بيحبوها قوي. المقلوبه. مقلوبه البسله بيحبوها قوي. طبعا المقلوبه ممكن تتعمل بالبسله ممكن تتعمل المقلوبه العاديه المعروفه اللي بالبتنجان. خلاص كفايه كفته كده بقى. اوكي خلاص دي بقى هنعمل ايه بقى؟ هحط بص هقول لك هعمل ايه. انا هحط حتتين زبده كده. هتحطي ايه؟ حتتين زبده كده واحطها في الفرن. اهي بس كده زي ما هي كده؟ اه زي ما هي كده مفيش اي حاجه. مش هتحطي تحت اي حاجه؟ ولا اي حاجه. وهعمل بقى دلوقتي الطحينه. الاول بتحطيها قد ايه يا؟ بحطها 20 دقيقه. اوكي. بس لغايه ما تتحمر كده يعني هتنزل الصوص بتاعها وبس وتحسها نشفت. دي بقى هحط عليها ميه. ميه. احط الميه. اهي هاتي. مغلية ولا عادي؟ مغلية اه طبعا. اوكي. هغطيها. قولي لي لحد قد ايه؟ مش كده وريني. حاسبي ايدك. متقلقش. بس خلاص خلاص. بس كده. اه. بتسوي بقى ها يا سيلفيا؟ بسويها بقى بالطريقة الطبيعية هسيبها تغلي وأول ما تغلي هوطي عليها النار بقى وأسيبها تستوي براحتها. اوكي. ودلوقتي أنت هتعملي الطحينة. هعمل الطحينة اللي هحطها فوق. أنا هموت وأعرف دول طلعوا بره ليه؟ ما دولها ما هي مقلوبه هحط دي الاول فوق وبعدين احط فوقيها الرز وكده وهتبقى كده. يلا هعمل دلوقتي الطحينه. هحط الطحينه دي بتبقى مزازه بقى لازم تبقى مزازه. هحط ليمون. تحط ليمون كتير كتير. اه اربع ليمونات بحالهم يعني. وممكن الملح. اوكي ملح حطت ليمون وملح وهحط كمون وكزبره ناشفه. هو ايه دي يا سيلفيا؟ دوت لوز. لوز عشان ارشه فوق. اللوز محمر. لا ده انت جايه مكلفه يعني. ماشي اوكي. هرجع واقول لكم تاني يا جماعه لو في اي حد عايز يظهر في شارع النهار في قناه النهار في فقره المطبخ او عنده هوايه او عنده حاجات بيعملها حتى لو بيعلم الناس ازاي باعاده تدوير من حاجات في البيت او كده طبعا يبعت لي على حسام المراغي او على انستجرام او على النهار تي في ويتفضل عندنا في الشارع في اي وقت تصرفوا. بص انا دلوقتي بعمل الطحينه. الطحينه حطيت عليها زي ما قلت الملح والفلفل والكمون والكزبره الناشفه. انت عايزه ميه تاني؟ اه وبعدين بقى بحط عليها ميه. هي الطحينه اول ما تحط عليها ميه بتكلكع كده. اه فهفضل احط عليها ميه لحد لغايه ما تبقى ليكويد. ليكويد كده طري كمان. أوكي. انا مش عايزه ازود لي تاني. حاضر لحد ما تبقى سايل طري. سايله جامد. اه بس شويه شويه عشان بس اعرف اقلبها. طب لو عايزه اجيب لك بود اكتر او اسمها ايه بوله اكبر اجيب لك. احنا كنا مجهزين. استني استني دي حلوه. علشان تعرفي تقلبي كويس. اه ماشي اوكي
وتقلبي بقى كويس جدا. انا عايز اقول لك ان الفرن عندنا سخن جدا يعني بجد؟ ممكن جدا استوت. لا ممكن ده في 4 دقايق. ايه ده للدرجه دي؟ لا لسه شويه لسه. بس احنا معانا الفيرجن الاصلي. اديني انا بس بصي على بصي على المقلوبه. ممكن بقى اوطي النار بس انا هقلبها. يعني هي بتتعمل زي اي رز بس الرز المفروض ما يتقلبش، بس المقلوبه دي بتتقلب علشان البسله ما تبقاش فوق. لازم تتقلب معاها يعني. اوكي انا بتهيألي محتاجين ميه تاني. طبعا. اوكي عشان ما تكلكعش. هنفضل نحط ميه شويه شويه لغايه ما هتاخد ميه كتير يعني. يلا علشان ما نزعلكيش. اوكي ونقلب. قدامنا قد ايه وقت؟ ايه قد ايه؟ لا ما اوكي لسه 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 قدامنا شويه. طيب ممكن بقى اهي الطحينه جاهزه. ابتدت تبقى طحينه بقى. ممكن ازود عليها شويه الليمون بتهيألي تحفه بقى. بيبقى طعمها حلو قوي مع الكفته كمان. أوكي. بتدي طعم حلو قوي. اهي الطحينه جاهزه. اول بقى ما الكفته تطلع تستوي هي بيبقى فيها شويه صوص كده شويه، هروح دلق عليها الطحينه ديت واحطها في الفرن 5 دقايق يعني. اوكي بس تمسك نفسها كده من فوق. البتاع يبقى منها فيها يعني انت بعد ما بتحطي الكفته 20 دقيقه بتطلعيها بتقومي حاطه عليها الطحينه. ارش عليها الطحينه عشان كده عايزاها الطحينه تبقى سايله جامد علشان لما بحطها في الفرن بتنشف سنه فبيبقى بتبقى حلو بتاخد طعم الكفته. اوكي فهمت. اوكي فدي اهي هحطها على طول على خلاص. ممكن في اللحظه دي بقى ممكن نعمل المقلوبه البسله بتبقى حلوه جنبيها سلطه زبادي. ماشي. فانا سلطه الزبادي دي انا هستعمل تقلبها شويه. قلبها. دي زبادي. اوكي زبادي العادي وبحط عليها كمان الزبادي اليوناني. اللي هو الجريك يوجرت. الجريك يوجرت. اوكي انت ناويه تعملي في حاجات صغيره تقلبي ازاي يا بنتي؟ لا ليه حلوه اهو. وهحط عليها ليمون طبعا. مش هحط عليها توم ولا اي حاجه، احط بس عليها ليمون. مع ان سلطه الزبادي اعرف ان هي بتحط عليها توم. بيتحط عليها توم بس دي انا عايزاها خفيفه علشان تبقى مع هقلبها على عشان هي القرفه وكده بتعمل زي حموضه كده. حموضه كده شويه فدي بتخففها يعني. فلو حطيت عليها توم كمان فاهم هتبقى حاميه قوي. هقلبهم كويس. استوت؟ لا براحتك انت كمان. يعني ابتدت ها. طب كويس ابتدت تاخد اللون البني. عايزين بقى نوطي النار ده على دي. طب بص تعالي بصي عليها كده على الفرن. بص اهي الميه راح قلت. هقلبها. عايزه توطي؟ عايزه اوطي شويه. ليه بقى؟ علشان الرز يستوي بالبخار بتاعه. طيب هي خلاص الميه نشفت. ده انا مش عايزه اوطي علشان ننجز. لا ما لازم ها. لازم. طيب هحط بقى بص الزبادي الخيار. خيار مبشور. اوكي وعليه نعناع ناشف. نعناع جاف. اجيب لك بوله اكبر ولا مش فارقه؟ لا في دي هنحط فيها الخشب دي. طب خلاص ماشي. اوكي اهو كده كده هي جاهزه. بص ريحتها كمان هتلاقيها حلوه قوي. النعناع كده بقت جاهزه. دي كده جاهزه. ممكن تجيب ده في السريع. ايه ما فيش اي حاجه. تعالي بينا. انت عايزه تحطيها في الطبق ده؟ في الطبق. اوكي طب بصي على الفرن. صح. بقول لك الفرن بتاعنا ايه عجيب. بتحطي الحاجه ايه ده دي يعني خلاص فاضل لها 2 مينتس. دقيقتين. عشان خاطري خليها 1 مينت. ماشي. اوكي اهي دي. لا الطحينه مش هحطها هنا بقى هنحطها فوق الكفته. ما احنا هنحطها فوق الكفته. دي لسه عليها شويه. اسيبها؟ دي هتاخد وقت شويه. طب ماشي قولي لي على حاجه انت اخترعتيها في المطبخ. بص انا اصلا يعني لما باكل اي حاجه مش بحب يعني اروح اقلد ريسيبي. انا بحاول افكر كده او مش تقلدي وصفات. مش بحب اقلد وصفات. طب قولي لي يا سيلفيا ايه انت بليكي في الاكل بقى المجعلص السمنه كده ولا هيلثي اكتر؟ لا كله. بص انا شويه هيلثي وشويه برضو الحاجات ديت برضو ليا فيها برضو اللي هي السمنه والزيت. السمنه والزيت بس انا في البيج بتاعتي بحاول اعمل الحاجات السهله الحاجات السريعه لاي ام بتشتغل تعرف تعملها بسرعه تجهزها من قبليها وين تحطها زي في الفرن. ايه يا سيلفيا؟ بص زي مثلا الحاجات اللي مثلا كوبيبه تعرف تعمليها بسرعه. بقى يعني اعملها واحطها في الفريزر. زي مثلا الحاجات البيكريز. الحاجات المعجنات البانيهات احب قوي البانيهات اعملها في الفرن. احب تكون استوت احطها في الفرن ما مقليهاش يعني. بحاول اعمل حاجات هيلثي شويه. يعني اولموست استوت. انا حاسس ان احنا النهارده الواحد هيتغدى يعني اكل حلو النهارده. قولي لنا بقى هنحط عليها بقى الطحينه. تعالي كده هي لسه برضو محتاجه شويه على فكره. بس حطي 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 وبعد كده هنبقى ما احنا معانا بقى. او بتحطيها كلها؟ كلها.
حلوه قوي هالحركه دي يا سيدي، جديده. اه بص جبتيها منين دي؟ بص هي اكله شامي. اوكي يعني بتتفسيها كلها في بتفسها. اه هي اللحمه تستوي شويه. اه هنحطها مش مشكله. اوكي بس خدي بالك احنا هنطلع بالجديد، انت فاكره ايه؟ اه طبعا احنا هنطلع بالجديد ما تقلقيش. اهو بص اعملها كده اغطيها كلها كانها عامله زي البشاميل بالظبط مع المكرونه كده. خلاص كده هحطها بقى في الفرن. ها يعني 5 دقايق او اقل، 3 دقايق بس الطعم يدخل في بعض. اوكي شيليها شيليها في الحوض لو عايزه. اه وايه بقى يا سيلفيا؟ تحط 3 دقايق. اه وبعد كده نقوم طالعين. اه ولا هتقول لنا حاجه على المقلوبه الاول؟ كنت هشوف المقلوبه. لا لسه برضه لسه شويه، بس هي المقلوبه بقى لما هنعملها هحط دي تحت كده، وانا هدي اللي هقلب فيها هحط اللحمه كده تحت. ايوه اوكي. وبعدين هحط عليها رز وبعد كده وبعدين اقلبها لحد ما تبقى كده زي دي. اتفضلي امسكي طبقك. اوبا هناكل بقى. تعالي يا سيدي اديني اديني شوكه من جنبك. شايفين الاكل شكله ايه؟ شكله مغري. وانت كمان هاتي شوكه عشان ذوقي اكلك. اوكي ادوق. دوق اتفضل. انا عايز ادوق الكفته دي. دوق يلا بينا. حط عليها كده الطحينه. اوبس الله حلوه تحفه. حلوه بجد. حلوه قوي. شفت الليمون الكتير بيديها طعم حلو قوي. خليها كده زي صور كده شويه. اه وبعدين حطيت فوقيها بقى بقدونس ولوز. دي بقى مع الزبادي تبقى تحفه. ناخد مع الزبادي وانا هقول لك لا. حط شويه على الزبادي عليها اهي. حلوه قوي. وبعدين القرفه فيها. اه حلوه قوي. الصفحه بتاعتك ايه؟ فيفي زواي. فيفي زواي. فيفي زواي. اه سيلفي عياد. سيلفيا. سيلفي. سيلفي عياد. سيلفي. سيلفي. سيلفي عياد. شرفتيني ونورتيني. ميرسي. في شارع النهار، في قناة النهار. وبقول لكل الناس لو أي حد عايز يدخل مطبخنا فشرف لينا، يبعت لنا على الفيسبوك أو الانستجرام وهيبقى معانا على طول. فقرات كتيرة جدا في شارع النهار على قناة النهار. استنوا. ورجعنا لكم الفاصل وخلاص بقى خلصنا المطبخ. دلوقتي الفقره اللي هنتكلم فيها عن تحليل الكوره وحاجات كده كتير. ازيك يا كريم؟ ايه الاخبار يا حبيبي؟ شرفني منورني كريم. حبيب. زكريا اخبارك ايه؟ والله كويس يا كريم. تمام. بقى انت عندك مهمه النهارده. المهمه ان انا ملياش في الكوره خالص بجد. يعني عايز. انا بجد مش بهزر معاك. انا ملياش في الكوره خالص ويمكن يمكن جهل مني ان ما اعرفش ولا اسماء اللعيبه ولا ايه. انت عارف ان دي احلى حاجه انت عملتها في حياتك؟ ليه بقى؟ بجد. لا بص الكرويين عامه بيبقى دايما واخدين كرة على اعصابهم بزياده. يعني انا ممكن ابقى بتفرج على ماتش لا متعصب بجد، يعني كان مثلا عندي مشكله نفسيه مثلا. اه بيجي على بيتك واسرتك. اه وبتبقى قاعد متعصب حاجه تتكسر الكلام ده كله. فانا يعني بجد بحسد الناس اللي مالهاش في الكوره فعلا حقيقي. يعني ببقى انا بتابعها جدا وبحبها جدا بس يا بختكم. طب وانت اصلا من زمان وانت ليك في الكوره ولا لا؟ بص انا طول عمري مجنون كوره بعشقها. بتفرج على اي ماتش، يعني ممكن عادي جدا ماتش في الدوري الدرجه الثانيه تلاقيني قاعد في البيت مشغله وما عنديش اي مشكله. تمام. ابتديت انا عامه بحب، انا فيا سنه طاقه كده يعني اللي بيجي في دماغي بحب اعمله. وانا مع جدا ان اي حد بيحب اي حاجه لازم يعملها. وما بتحبش حاجه لا وقفها بكره. يعني لو انت بتعمل، انا ضد جدا اللي هو احب ما تعمل. لا خالص، انت حاجه بتحبها تعملها تاني يوم نقطه. انا برضه هقول لك انا بدات الموضوع بعيدا عن الكوره تماما. انا كنت شغال موظف في حته قعدت سنين. قعدت كام سنه بتشتغل في المؤسسه دي او في الحته دي؟ سبع سنين. ده من ساعه ما اتخرجت. وفجاه قررت ان انا هوقف وظيفه او هوقف. انا كنت شايفها روتين، في ناس بتحبها وفي ناس، انا مش بغلط يعني في الوظيفه، بس انا قررت ان انا هنقل حاجه بحبها شويه او بحبها، ده شغلي حاليا يعني بحبها جدا. ف بصراحة اللي نقل لي حياتي النقلة دي بعد ربنا يعني هي كانت مراتي الحقيقة. يعني ان انا رحت لها في يوم قلت لها انا مش قادر، يعني انا فعلا مش قادر وانا هسيب الشغل، وكنت متجوز ومخلف والحالة يعني انت فاهم. الريسك. قالت لي انا معاك في اي حاجة. قلت لها بجد؟ يعني انا كنت مستني حاجة بتتحدف ولا حاجة. قالت لي انا معاك في اي حاجة. سبته في اسبوع، يعني السبع سنين دول رميتهم كده ورايا في اسبوع. رحت بدأت حياة تانية الحمد لله الى حد كبير، اشتغلت فيها كويس ابتديت اكبر في شغلي. وفجاه قررت ان انا بحب الكوره جدا وكل كلامي على الكوره، انا لازم اعمل شانل في الكوره. ف
فعملت تشانل على اليوتيوب في اسبوع برضه. في اسبوع برضه. انا عايز اقول لكم هو انا معرفتي بكريم ايه، انا في بيني وبينه اصدقاء كتير جدا مبدئيا، بس انا معرفتش كريم غير لما دخلت على اليوتيوب وبقى عايز افهم في الرياضه، عايز اعمل اي حاجه، فلقيت بقى كريم بقى عامل قناه اسمها ايه، كلمتين في الجون. كلمتين في الجون. طب انت مهمتك بقت صعبه جدا دلوقتي في ايه؟ في انك انت تشرح لك. لا 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 انا اشرح لك. بص، هي الكوره مش محتاجه خالص ان انت تبقى مارستها قبل كده. يعني هو في اعظم مدرب حاليا موجود اسمه ساري، ده بيدرب يوفنتوس اللي فيه كريستيانو رونالدو، بيدرب اعظم لعيب في العالم حاليا. ده ما لبسش شورت في حياته. انا يعني مبسوط قوي ان انت بتشرح لي ان في فلان بيعمل كذا بيمرن كذا في الحته الفلانيه. عايز اقول لك ده اول مره يشوف النجيه. ده كان بانكر بالمناسبه. زي ما تهزرش كده. والله. وابتدى حياته بقى كمدرب، والنهارده هو بيدرب اكبر نادي في العالم يمكن، او من اكبر انديه في العالم. فالكوره بقت هنا، مش في الرجل خالص، فاهم قصدي؟ وانا طول عمري بتفرج على لعيبه الكوره، كان نفسي بقى، بس كان عندي بقى مشكله، ما كنتش لعيب قوي، مش حريف قوي، في نفس الوقت كان عندي مشكله في صدري. ايه؟ باشنت قوي. طب ايه بقى الاحداث؟ اشرح لنا كده الاحداث. بص، احنا الاحداث الحاليه موجوده في مصر ان للاسف الدوري المصري واقف لمشاكل معينه، بس الاحداث دلوقتي طبعا اول حدث عندنا ان تريزيجيه مثلا جاب جون في ليفربول. ده كان بالنسبه لي حاجه تفرحني جدا، ان تريزيجيه ده ابن الاهلي ونجم منتخب مصر وطلع وراح انجلترا اخيرا، هو كان متالق قبلها في تركيا، راح وجاب جون في ليفربول المتصدر. هو يعني مش جاب جون في فريق عادي، هو جاب جون في الاول على الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي برده هو الاقوى في العالم. وبرده الميزه ان ليفربول كسب في الاخر وتصدر، اللي هو فيه محمد صلاح، فاحنا كده مسكنا العصايه من النص. تريزيجيه جاب جون وليفربول اتصدر الدوري، فدي حاجه تفرح المصريين من ناحيتين كلها. واحنا دلوقتي بقى مطلع على الشاشه، دلوقتي معانا صور تريزيجيه. بالظبط. طبعا ده يعني تريزيجيه ده طول عمرنا او بقالنا مثلا 3 4 سنين مستغربين ان هو، يعني طبعا الانديه التركيه على عيننا وعراسنا وكل حاجه، بس كان لازم يطلع دوري انجليزي دوري اسباني. هو مؤهلاته جامده جدا، واللي اتفرج كمان على الماتش بتاع استون فيلا وليفربول، لا تريزيجيه عمل ماتش خطير يعني. يعني نجم كبير كان شايل فرقته فعلا، وبيروح وبيرجع وبيشوط وبيجيب اجوان ما شاء الله عليه يعني. تمام. في نفس الوقت صلاح في ليفربول كسبت طبعا، مانيل اللي جاب الجون الاخير، بس ابننا برده مفيش مشكله صلاح اتصدر. ماني ده للاسف المصريين، للاسف يعني دايما عشان صلاح وماني هم نجوم الفرق، فدايما كله بيهاجم ماني. احنا عندنا في مصر ثقافه بتاعت لو مش حبيبي تبقى عدوي، يعني مثلا اللي بيحب ميسي واللي بيحب رونالدو، تيجي تتكلم مع اللي بيحب ميسي يقول لك يا عم هو رونالدو ده بيفهم لا مش بيفهم في الكوره، هو بيفهم في الكوره، هو اسطوره برضه. فاحنا المصريين عاده عندنا الحته لما دي، لما بيبقى بيحب حد بيكره التاني، ديفوتد ليه على طول لدرجه ان هو التاني ما بيبقاش شايف فيه اي مميز. بالظبط. مع ان ماني ده لعيب كبير جدا ومحترم جدا وشاطر جدا في الملعب، وهو اللي بيجيب اغلب النقط كمان ليفربول دلوقتي، بس هو ماني بالنسبه للمصريين لا، انت واخد شويه من صلاح فمش محبوب. بس هما الاثنين على نفس التراك. لا، هو ماني حريف قوي بصراحه يعني، صلاح ربنا يكرمه وبيفينشر احسن منه، بس مانيكا حرفانه خطير يعني. مو صلاح اتغير التكنيك بتاعه السنه دي على السنه اللي فاتت؟ بص، محمد صلاح في ديفلوبمنت كيرف كده رهيب. اللي هو بيتطور تطور رهيب يعني. انت لو شفت محمد صلاح من ساعه المقاولين، هو كان سريع بس، طلع بازل بقى نجم الفرقه، طلع بالمناسبه وطلع بازل مكان شاكيري اللي كان احترف في نادي اكبر، النهارده شاكيري هو احتياطي محمد صلاح. بص الدنيا دايره ازاي يعني. فمحمد صلاح لا، كل سنه عن سنه بيتطور، ابتدى يجيب بالهيد، ابتدى الفنت بتاعه يبقى اعلى، يشوط بطريقه معينه الار2، او ظبطت عنده اللي هي الشوطه اللي بتروح في البعيده دي. اسمها ايه؟ لا ار2 عشان دي في البلاي ستيشن، هي اسمها كده حتى المذيعين بيقولوها ار2 يعني. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ما بقولش كده، انا قايل انا بعيد. انا بقول لك مصطلحات كوره. ماشي، حلو خلينا نعلم الناس المصطلحات. فلا، محمد صلاح طبعا اتطور جدا، للاسف ان هو في المنتخب برده بيبقى كلام كله على ان ده منتخب صلاح، وان ده عارف برضو الكلام ده بيقلل المستوى بتاع المنتخب شويه. حتى ده شفناه في كاس الامم اللي فاتت اللي خرجنا منها في البدري اللي كانت على ارضنا، ان منتخب محمد صلاح، لا هو مش منتخب محمد صلاح خالص، هو منتخب مصر في محمد صلاح. فدايما النجم لما بيبقى متسلط عليه الاضواء بزياده، ويعني الناس التانيه ممكن يجي لها حاله من حالات الاحباط. بالظبط. مثلا افتعلوا مشكله كده اخيره الجهاز الفني بتاع منتخب مصر، ان لازم ناخد الشاره. هم كان في تصويت في حاجه اسمها ذا بست، كان في محمد صلاح، مصر ما صوتتش لصلاح، واتحاد الكره نسي او اتاخر شويه ان هو يبعت الميل اللي فيه التصويت حاجه كده يعني. فمحمد صلاح اتقمص او اتضايق او زعل يعني،
فهم قرروا ان انا ما اعرفش اللي هو بيقوله ده عادي ولا مش عادي، ده وضع ده عادي؟ لا لا عادي يعني. طيب. محمد صلاح اتضايق، بلاش محمد صلاح اتضايق، فقرروا فجاه ان واحد زي احمد فتحي بقاله 17 سنه بيلعب في المنتخب ياخدوا منه شرط الكابتنه عشان يدوه لمحمد صلاح يصلحوه. ده اسمه افتعال مشكله، ده اسمه انا يعني بدور على مشكله بعملها. ليه؟ لان ده واحد بيديني في المنتخب بقاله 17 سنه وده الاحق انه يبقى الكابتن، والكابتن مش شرف في الملعب، الكابتن ده بيبقى قائد بره وجوه الملعب. يعني بيطمن على اللعيبه ان هي نامت مثلا في المعسكر، بيطمن على اللعيبه ان هي ما فيش حد فاتح فيسبوك او انستجرام او بيلعب او بيدي زي ريبورت للمدير الفني، الكلام ده كله. كل المؤهلات دي لسه صلاح صغير عليه سنا. احمد فتحي هو الاقدر انه يبقى قائد. انت عايز تصالح محمد صلاح كافئه، ادي له فلوس، ادي له عربيه، اللي انت عايزه، بس ما تاخدش كان انا بصالح مثلا واحد انا ضايقته فاخد موبايلك اديله هديه. انت فاهم قصدي؟ طب الراجل مجزوز. فدي مشكله دلوقتي قايمه، دي مشكله هم عملوها من لا شيء. يعني عارف اللي هو احنا قاعدين في امان الله فجاه انا هاخد الشرم من فتح الدقيق. ليه يعني؟ طب ليه؟ هم ليه اخدوها منه هو تحديدا بجد؟ لان هو كابتن حاليا. هم كانوا ياخدوه من اي حد كابتن، فاهم قصدي؟ بس هي لبست في احمد فتحي يعني. طب قول لي احداث ايه ثانيه برضه؟ ممكن جوه مصر او بره مصر يعني، قولي مثلا كده لو في ناس النهارده في دوري الانجليزي او الحاجات دي كلها انا ما اعرفش. احنا اتكلمنا فيها لا يعني متصفيق. انا قصدي اقول لك ان في ناس ما بيبقاش عندها الاكسسبيليتي ان هم يشتركوا في حاجات، فانت ممكن تقول فلان. هو في اهم حدث عندنا الاسبوع ده اللي هو بتاع بطوله الامم افريقيا تحت 23 سنه المنتخب مصر برضو للكوره. البطوله دي هتاهلنا ان شاء الله لطوكيو 2020 ان شاء الله، ودي حاجه ان شاء الله تفرح الشعب المصري شويه لو تاهلنا، ان التاهيل فيها سهل مش صعب. هما بياخدوا اول ثلاثة والرابع بيخش ملحق، فيقدر برضو ستيل انه يروح الاولمبياد. في نفس الوقت البطولة على ارضنا والمنتخب فيه نجوم، فمالناش حجة ان احنا نعوض اللي حصل في كاس الامم الاخير اللي هو بتاع الكبار بقى. فدي حاجة برضو، ده الحدث الاهم حاليا في الكرة المصرية يعني. فربنا يعني يوفقهم، والمنتخب حلو وفي اسامي كبيره، في واحد زي رمضان صبحي، في مصطفى محمد، في اكرم توفيق، في ناس كتيره في ناس كتيره اللي بيتفرجوا علينا هتلاقيهم عارفينها، ما تقلقش. لا بس احنا يعني انت عارف ان شاء الله باذن الله الفقره دي بقى انت هتجيب لنا كده حصاد الاسبوع دبلجه بقى حصاد الاسبوع وتفضل تكلمنا فيها تاني. دي اهم الاحداث اللي المصريين شاغلين دماغهم بيها شويه. في بقى المشاكل اللي هي زي مثلا مشكله الشهره، زي مشكله الدوري هيرجع امتى، مين الفرق اللي هتقابل، لان هي المفروض ان كانت مشكله بين الاهلي وبين اتحاد الكوره ان الاهلي مش عايز يلعب غير لما يلعب الزمالك، والماتش اتاجل اصلا المفروض ان هو لدواعي امنيه، بس هو كان فيه يعني الدوري اتلعب في نفس اليوم مع ان اتلغى ماتش الاهلي والزمالك، بس لعبوا الدوري في نفس اليوم فهي ما كانتش دواعي امنيه ما اعتقدش يعني. بس النهارده كل مصر مش عارفه ولا الدوري هيرجع امتى، ولا اول ما يرجع هل هنرجع من اول الاهلي والزمالك، ولا هنرجع بقى راندملي كده اي اتنين يقابلوا بعض وخلاص. اوكي. فدي برضو حاجه شغله الناس شويه في الشوارع يعني، في جمهور الكوره يعني بيتكلموا فيها. حتى النهارده كان في مدرب يعني بتاع منتخب اسوان بعت على تويتر بيهزر يعني بيقول لهم بس لو ما فيهاش تقل ده مني حاجه كده يعني ممكن اعرف الماتش الجاي هلاعب مين. ده خلاص ده بقى كده يعني على السوشيال ميديا كل واحد عمال يتكلم. طب يا كريم احنا النهارده اللي زي حالتي اللي ملوش في الكوره خالص ولا يعني دي طيب انا لازم يبقى ليا في الكوره؟ لا خالص، بس على يعني على الاقل الحاجه بتاعت منتخب مصر ومحمد صلاح. يعني انا ابني عنده 6 سنين بيتفرج على محمد صلاح. انا بتفرج والله بتفرج علشان الناس كلها بتتفرج وببقى مبسوط ان مصر تكسب او يعني محمد صلاح يكسب. بس انا الحاجات اللي انت عمال بتقولها والمنتخب وتحت السن وفوق السن مش عارف. بص الكوره شغله الناس جامد، ومش في مصر بس، عالميا كمان طبعًا. وبتلاقي ان حتى السبونسرز بيدفعوا في الكوره قوي، عشان بيقولوا هي اللي بتجمع الناس كلها، لان هم كلهم الباشن بتاعهم ان هم بيقعدوا يتفرجوا على حاجه. بالظبط، هي الرياضه الاشهر في العالم، في نفس الوقت هي ممتعه جدا 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 لو انت ركزت فيها، ولو فعلا اتحمقت بقى ان الجون جه خلاص وفرحت، وبعدين ده طلع اوف سايد، اوف سايد ده يعني في لعيب معدي لعيب فزي فاول يعني لازم ترجع من الاول، فالجون بيتلغي، فانت بتبقى قاعد بقى متجنن فاهم. هو بيبقى الماتش 90 دقيقه بيبقوا بالنسبه لنا احنا كناس المشجعه هي احلى 90 دقيقه في اليوم. بتبقى بتطلع كل الانرجي بتاعتك قدام. بالظبط بالظبط. وانا كمان في الشانل مش بس بتكلم بقى على الكوره، انا بتكلم على في لعبه اسمها فانتزي
بريمير ليج ده ابلكيشن بينزل على الموبايل كده او على اللابتوب يعني ممكن برضو تخش عليها. انت بيديك 15 لعيب, انت بتكون فرقه من 15 لعيب زي استيميشن كده, واللعيبه دي بتلعب على الحقيقه. وانس انه جاب جون على الحقيقه او طلع كلينش انت بتاخد بوينتس, فبتلاقي العالم كله بيلعبها وكله بيشوف مين جاب بوينتس اعلى من مين. انت فاهم قصدي؟ انا كل اصحابي بلا استثناء على الابلكيشن دي وكلهم بيقولوا انت بعت مين واشتريت مين, صح؟ ايوه ايوه صح صح. انا عارف وصلاح ده بيقول لك مش هيلعب الماتش الجاي, يا نهار اسود لا طب انا مخليه كابتن حاجه كده, فاهم اللي هو بتخليك قاعد مش على بعضك يعني عليكوا على الابلكيشن دي. ودي كانت فقرتنا في تحليل اهم الاحداث الرياضيه اللي هي بتحصل في مصريه في مصر وفي العالم, في مصر وفي انجلترا تحديدا, في مصر وانجلترا. وبعدين بقى انت هتبقى معانا كده ان شاء الله, هتبقى معانا في فقره كده. قولوا لنا ايه اللي انتوا عايزين تسمعوه في التحليل الرياضي, سواء بقى في الكوره. انت مالكش غير في كره القدم؟ ها ليا في حبيب, بحبه جدا, الوحيد يعني اللي بحبه حبيب اللي هو بتاع اليو اف سي. اوكي يعني ده الحاجه الوحيده اللي بره الكوره. اوكي فاهم. فخلاص يبقى احنا عارفين احنا هنتكلم في ايه بقى المره الجايه. كريم زكريا انت شرفتني ونورتني حبيبي حبيبي. دي كانت فقره بقى جديده في شارع النهار في قناه النهار. اول مره الكره تيجي انا اول مره الكره تدخل في شارع النهار علشان خاطر. ولو اي حد عايز يتفضل هنا يقول لنا هواياته اي حاجه عايز يتكلم فيها, طبعا الشارع يا ساعه من الحبايب. ملايين فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار. استنوني ورجعنا لكم الفاصل ومشرفني منورني دلوقتي ايمان احمد. ايمان بتعمل ايه؟ ايمان النهارده بتقول لكل الناس مش لازم تنزلي تصرفي فلوس كتير, مش لازم لو انت عندك حاجه ترميها, ازاي تعملي اعاده تدوير لللبس, صح يا ايمان؟ صح. اشرحي لنا بقى تعملي ايه؟ انا ابتديت بس الموضوع ان انا ممكن يبقى اجيب اللبس البسه مره واحده وخلاص, ولقيت ان في ناس كتير بتعمل كده. فانا ليه الفلوس الكتير قوي يعني لا يعني بنجيب اللبس, احنا البنات بنجيب اللبس نلبسه مره فبنختار الاوتفيت واحنا بنشتريه ان ده على ده. حلو. بس ما بنفكرش ان احنا نغير, او لو غيرنا بنغير بس البنطلون او كده. فانا قررت بقى وابتديت ان انا اعمل ستايلنج للحاجات اللي هي البيزك, ازاي ممكن نلبسها الصبح في الجامعه او بالليل او هنخرج, ازاي نفس الحاجه نلبسها بحاجات كتير او ستايلات كتير. يعني انت النهارده من ضمن الحاجات اللي انت هتعمليها ان واحده لابسه فستان اسود او فستان اسود عادي هيتلبس ب10 طرق مختلفه النهارده. بالظبط بالفستان الاسود البيزك. الفستان الاسود بيزك. يلا بينا يلا بينا ورينا. قومي يا مرايتي يا مرايتي. هو بس انا ابتديت لبست كوتشي ابيض وطرحه بيزك. أيوة. عشان تليق مع كل الحاجات, بس احنا ممكن نغير بقى الطرحه والكوتشي او الجزمه على حسب. نمشي واحده واحده, النهارده هنغير الستايل. ممكن اول حاجه نلبس مثلا جاكيت جينز يكون لون. ايوه بس كده. انت يعني كده بصي للكاميرا, انت كده غيرتي. يعني كده ده ستايل. ممكن بقى ننزل بيه الصبح جامعه او ننزل بيه اي نزولات الصبح, وينفع للشتاء كمان مع الجزمه دي عادي. بالظبط. تمام. ايه الستايل التاني؟ ممكن بقى نغير الستايل حاجه تانية. ايوه كل ما تعوزي بقى تغيري الجزمه قولي لي, يعني تقولي انا هغير الجزمه هنا وتبقى كذا عشان تبقى احسن. اوكي. خلاص. حطي تحت علشان ماشي. بس كده يلا لا تقلقي. ممكن بقى يعني نلبس حاجه اوفر سايز شويه وتكون طويله. ايوه ده ايه كارديجان. كارديجان. ده كارديجان. يعني حاجه تنفع للخريف, مش تقيل قوي ولا خفيف. وممكن نحط بقى عليه الحزام ده. كده بقى اختلف خالص. بالظبط ده اختلف تماما. وبتغيري الاشارب ولا هو نفس الفكره؟ انا بس دلوقتي لابسه نفس السكارف, بس احنا ممكن بقى نغير السكارف على حسب ما احنا عايزين. اوكي يعني ممكن مثلا يبقى زي ده اشارب لونه ايه؟ ممكن نلبس بقى حاجه كافيه. اوكي. او ممكن نلبس حاجه تبقى يعني فيها اللونين في بعض. اوكي ادي الشكل الثاني. والجزمه ايه؟ والجزمه الكوتشي الابيض عامه بيليق على كل حاجه, بس ممكن برضو نغير لو جزمه سوداء او باليرينا سوداء هتبقى حلوه. حلو قوي. يبقى ده ثاني حاجه. طيب وده ينفع وانت بتكملي؟ ده ينفع الصبح, وممكن برضو انا هنزل بالليل هلبس هيلز سوداء
وشنطه كلاسيك سودا، فهيبقى برده شكله حلو. وانتي بتقولي للناس يا ايمان على الانستجرام عندك الحاجات دي كلها؟ اه يعني دايما بنزل بقى الاوتفيت، بقول ان ده ينفع الصبح او بالليل. أوكي. وينفع نغير فيه ايه. اوكي. ده ممكن برده ننزل بيه بالليل، يعني حاجه تبقى بعد الظهر. اه اكيد البنات، يعني انتي اللي تقولي لي، اكيد البنات ممكن حاجه زي ده يلبسوه على جينز وخلاص. اه هي الفكره كلها ان ازاي ممكن يعني البس نفس الفستان 10 مرات فيبقى كده غير الستايل 10. اه بالظبط. طيب ممكن البسه حاجه كده، وممكن برده هحط حزام. اوكي. يعني هجرب احط حزام عشان شكله يبقى كلاسيك اكتر. اه اوكي. والشكل ده ينفع في ايه بقى يا الشكل ده لو انا لبست مثلا طرحه سودا وباليرينا سودا او هيلز اسود، هينفع ان انا اكون نازله بيه بالليل. تنزلي بيه بالليل؟ اه. اوكي انت كده غيرتي الشكل تماما بجد. اه يعني حزام تصدقي فرق جدا، فرق ومش هتحس ان ده نفس الفستان يعني خالص. اه اوكي. وده الشكل الثالث. اه اورايت. ممكن بقى نغير كمان زي ما احنا قلنا، هي ده هيتلبس بالليل. ينفع لخروجات بالليل اللي انت لسه بتقولي عليه. ممكن بقى نشوف حاجه كمان كات مثلا. اه حاجه زي فيست يعني اسمه. اه فيست او تونيك بتاعي ولا ده؟ لا ده فيست كات. اوكي. ده بقى بينتي الكمام بقى. ده عشان لو الفستان بكم، بس ممكن بقى اغير الحزام. حاجات بسيطه قوي، ده انت غيرتي حزام بس. اه بالظبط غيرتي حزام بس تماما. ممكن بقى نلبس حزام تاني ونعملهم على الاثنين مع بعض. اوكي. وده ينفع في ايه يعني؟ ده ينفع برده مثلا للجامعه. اوكي. وينفع للنزولات العاديه برده، الجو دلوقتي لسه مش شتا قوي. اوكي. فممكن كده برده شكله بقى مختلف شويه. حلو قوي. نفسي عارفه. والاشارب كمان على فكره لايق. اه انا حاولت اجيب سكارف يبقى لايق على كل حاجه دخلها فيه. وده الشكل الايه الرابع. اه يلا بينا. انت عارفين انا نفسي في زي الكاميرا كده الفلاش اللي عماله بتجيب حاجات اللي انت صورتي بكذا حاجه مختلفه. اه انا الفيديوز بقى بتكون كده يعني. بتكون اللي انت بتعمليها اسمها ايه؟ ستارت باي ايمان. ستايلد باي ايمان. ستارت باي ايمان. اه اوكي. ايه تاني؟ ممكن نلبس حاجه كده. ده ده فانكي بقى. ده يعني الفانكي او كول. دي حاجه. اه بالظبط دي حاجه ستايلها مختلف شويه. اوكي. وده كل ده فستان اسود. كل ده الفستان الاسود. وانا حاسس ان الفستان بس مش قصدي بس مش هتحس ان هو نفس الفستان. لا خالص. بعدين تحس ان الفستان برده مش غالي قوي يعني. لا لا العادي. هو عادي ماتيريال عاديه خالص. قطن ليكرا عاديه خالص. ومش مش متك... يعني ممكن يتفصل ممكن يجيب فستان بيزك يعني. اوكي. بس وده ستايل تاني. ده حاجه كده كول لوك يعني او فانكي. فانكي وطويل و وفي طول شويه من تحت. ف بس ده يتلبس في ايه برضو؟ ده غائي. ده برضو نزولات يعني لو خارجه في الويك اند مثلا مع صحابك الصبح بتفطري يعني. اوكي. وشنطه ايه اللي يتلبس عليه؟ انا جبت شنطه. أوكي. الشنطه دي يعني برضو حسيت ان هي هتليق على معظم الحاجات. الشنطه الخوص دي اصلا طالعه موضه اللي هي الخيش. طالعة موضة جدا فعلا. فبتليق على معظم الستايلات يعني. حلو قوي. كده احنا عملنا 5 تطقم على حاجة بيسك اسود. بالظبط. اوكي. عملتي اللي هو اللون الفاقع وحطت حاجة تنفع للخريف وعملت حاجة الفانكي لوك اللي هو كان الأخير وحطت زي جاكيت كده صغير مع حزام ينفع يتلبس بالليل. ودلوقتي بقى هيبقى الشكل السادس. ده ايه بقى؟ ده برضه سوبر فانكي يعني. يعني ده حاجه بقى ستايلها شويه يعني بوب ارت يعني حاجات طالعه برضه موضه. وهي الفكره ان هو عشان ده قصير قوي فممكن لو بنت مش محجبه مش هتعرف مثلا تلبسه على بنطلون كويس. فهي الفكره ان ممكن بقى على الفستان الاسود. ده باين ان هو حاجه مختلفه تماما. يعني هيبان ان هو شكله كانه يعني دراس منه للفستان حاجه فستان كلها على بعض. يعني شكله شويه مختلف ما تحسش بقى ان انت لابس نفس الفستان. وغيرتي الشكل تمام. خلاص ده انت ابتديتي بتعملي حاجات للمحجبات كتير يعني. يعني انا بلبس بعمل كل الحاجات بس بركز اكتر المحجبات ما يبقوش حاسين ان هما ما ينفعش يلبسوا حاجه او ما ينفعش نلبس الستايل الفلاني. انا بقى بحب اجيب الحاجات اللي بيقولوا ما بينفعش نلبسها. علشان بقى تثبتي بقى تتشالنج اكتر عشان أكثر. اي حاجه ينفع نلبسها. ماشي. وبعد كده هتعملي ايه؟ ممكن برضو دي حاجه تنفع للجامعه يعني زي جاكيت كده. اوكي.
ده معنى كده ان ايمان بتقول انه يعني ما ترموش حاجه خلاص. بالظبط يعني انا ضد ان انا ده الحاجه بتتلبس كذا مره بكذا شكل وبكذا اي حاجه، وانت برضو كله بنفس الجذبه بنفس كل حاجه. اه يعني احنا لو محتاجين بقى يعني الحاجات بس الكلاسيك هي اللي محتاجه تلبسي فيها هيلز او باندانا ده كده، وممكن برضو لو انا عايزه اغير شويه اوكي احط برضو الحزام تمام، فهيبقى شكله مختلف. هو الفكره من الفقره دي يا جماعه انه انتوا ما ترموش حاجه، وازاي تغير شكل اللبس بشكل مختلف بحاجات بسيطه يعني ما يبقاش البيزكس بتاعتك انتوا كده ولا كده. بنات اكتر ادرى ناس ادرى ناس بال عايزين حلو جدا اه، ولان كمان البنات بتزهق فعلشان كده ده انت عملتي 1 2 3 4 5 6 ده السابع يلا بينا. والبنات كمان علشان بيزهقوا فانتوا اكتر احنا فعلا بنزهق بسرعه يعني، فبتقولوا انه حتى لو الحاجه لو حطيتوا اكسسوارات الشكل بيتقلب. اهو حتى المحجبه ممكن تغيري في الاشاره، ممكن تغيري في نفس حاجه على الحاجه بيزك ويبقى لبستي يعني خلاص هو دلوقتي ولا لبس جينز ولا جوب ولا اي حاجه ونفس الطول ونفس كل حاجه. ايه اللي جاي بقى؟ في مثلا غيرت شويه ان انا ممكن البس اصلا دريس وصير شويه كات اوكي على الفستان الدرس. هرجع اقول تاني لو في اي حد عنده اي فكره عايز يطلعها بيها يطلع معانا بيها في شارع النهار، سواء بيعمل ستايلينج حتى لو الستايلينج للاكل او الحاجات دي كلها الصور الكلام ده كله، بليز ابعتوا لنا على الصفحات اللي نازله عندكم دلوقتي على الشاشه وقولوا لنا عليها واحنا طبعا هتصرفونا في شارع النهار. انت كده غيرت الشكل تماما. اه يعني تماماً. كده بقى بين ستايل مختلف شويه اوكي اهو بس اه عايزه تنزليه ده ستايل اختلف يعني انا لو انا ما اعرفش هقول انك انت لابسه توب. بالظبط توب. في حاجات كتير بتبقى عندنا مثلا ممكن يبقى مش طويله قوي وكات مش بنعرف نلبسها ازاي، فانت كده ظبطتيها. اه يلا بينا. بقى غير كمان ان البنات بتزهق من الحاجات في حاجه في الستايلنج عموما بتاعه الفاشن ستايلنج اللي هو الناس اللي بتحاول تغير حاجات، بيقول انك انت لو لبست اكسسوارات البنات طبعا لو لبست اكسسوارات معينه غيرت في الاكسسوارات غيرت في الطرحه غيرت في الشنطه في الجزمه في الحاجات دي كلها ممكن بيصنع شكل جديد. احنا عارفين في الوقت اللي احنا بقينا فيه دلوقتي بقت البنات كلها بقت تزهق بقت زهوقه كده ان هي بترمي الحاجه، واحنا طبعا مش عايزين كده لانه غصب عننا بيبقى فيه فلوس بتترمي وما بيعملوش كل حاجه بسهوله. ففي صوره منتشره ان البنات كمان والدولاب بيبقى مليان هدوم كتيره جدا 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 عند البنات وفي الاخر بتقول لك ما عندكش حاجه البسها، فهي بقى ايمان احمد بتقول لك بقى ستارت باي مي كده انه لا مش لازم يبقى الدولاب مليان بس نعمل حاجه كويسه. ده بقى الجاكيت الجينز اوفر سايز يعني ده موجود موضه كتير قوي اوفر سايز. اه اوكي موجود كتير اوفر سايز اللي هو الواسع وفي نفس الوقت ده حاجه ستاندرد موجوده في كل الدولاب يعني هو كروب شويه مش طويل قوي ف يعني ستايله برده هيبقى حلو على الفستان. وري الناس كده يا ايمان. ايمان هو انت طول ما انت قاعده بتقعدي تجربي حاجات وبتعملي انا قبل ما بطلع اي فيديو ستايلنج يعني بقعد انا اجرب في البيت الاول الفيديو ممكن يطلع ازاي اعمله على ايه وبلاقي فعلا البنات يعني مبسوطه جدا بحاجات يعني انا بعمل ستايلنج ساعات الاوتفيتس مختلفه بس اكتر حاجات الناس بتستناها الحاجات الموجوده في الدولاب الحاجات اللي موجوده في الدولاب ازاي البسوها بطرق مختلفه علشان ما يترميش وفي نفس الوقت ده معانا اخر واحد بقى يعني وتعالي اقعدي اخر حاجه بقى ده بس ده لذيذ قوي بقى ده عشان الشتاء برضو ان احنا ازاي ممكن نلبس الدرس في الشتاء فممكن بقى يعني الجلد طالع موضه قوي اصلا ايوه شكله حلو جدا وفلوري كده يعني هو شكله مختلف شويه فحسيت ان هو هيبقى شكله حلو. عارفه يا ايمان اللي عاجبني انك انت مش حاطه الطرحه نفس لون الفستان نفس لون البتاع يعني خلاص هي لايقه على كله يعني هي فيها ثلاث الوان بيزك ولايقه على كله. وري الناس حلوه قوي اتفضلي اقعدي بقى. ده هي كده 10 تطقم عملتهم من فستان واحد اسود بيزك. ايه النصايح اللي تقوليها لكل بنت؟ يعني هو كده كده الانستجرام وخلى البنات كتير بتعرف تلبس تشوف فيديوز وكل حاجه ان هي بس الاول تشوف اكتر حاجه لايقه عليها واكتر حاجه لايقه على جسمها ما تمشيش بس ورا الحاجه دي موضه او لا يعني الموضه اوكي بس ممكن ناخد منها بشكل يبقى نافع معانا او ستايل مناسب معاكي وان هي تجرب بقى يعني لو انا دايما بحاول اللي هو ايه ناس تقعد تقول لك لا اصل ما ينفعش تلبسي اللون الفلاني على اللون الفلاني لا جربي كده وخليكي جريئه شويه. بالظبط ايه الحاجه البيسك اللي بتبقى عند كل بنت
بس بنطلون جينز بس حاجه اسود. ما هو البيزكس بقى طبعا في حاجات. اولا الشميز الابيض اوكي. بنطلون جينز ممكن تجيب واحد يكون مثلا بوي فريند او الفات بتاعته تكون واسعه شويه, او لو هي ممكن تجيب بنطلون جينز لون لو هي برده عايزه تغير. بنطلون اسود واسع وفستان اسود زي اللي انا لابساه ده. دي اكتر حاجات. وبالنسبه بقى للشتاء يعني الشتاء ده ممكن يعني نفس الموضه بتاعت الشتاء اللي فات لسه موجوده شويه, بس في كارو موضه جدا. كارو موضه الفرو لسه موضه بس الوان, يعني مش فرو ابيض لا طالع فرو الوان. الجلد موضه بس عليه رسومات او ورد زي كده. لسه بقى البنطلونات القطيفه الالوان موضه برضو. والشتاء ده في موضه الالوان تكون مثلا يعني ما كانش فيه زمان الشتاء نلبس مثلا بينك فاتح. دلوقتي الشتاء بقى عامل الالوان الصارخه دي. كمان فاتحه يعني بقينا نلبس في الشتاء مثلا بلوفر اوفر سايز اللي هو لافندر او اللون الموف الفاتح اللي هو ازيد من المقاس. يعني حاجات بقت فاتحه ما بقتش زي الاول ان اقول لك الشتاء نلبس الوان غامقه, لا الشتاء دي الوان فاتحه. وفي كمان انك تلبسي لون واحد يعني بنطلون يكون نفس لون البلوفر عادي. يعني سوت كامله او بنطلون وبلوفر نفس اللون. او مش لازم الميكس اند ماتش اللي هو دايما لا يعني بقى الكحلي مع اللبني الاصفر مع البني. لا لا لا, لا مفيش كده خالص. الحاجات احنا قعدنا في الفقره دي قد ايه يا جماعه؟ قعدنا فيها 15 دقيقه. ال 15 دقيقه دي ايمان احمد عملت لنا 10 اوتفيتس او 10 ملابس, عملت لنا ستايلنج ل 10 ملابس مختلفه او اطقم مختلفه بالبيسك الاسود. كرياتيفيتي, عارفه نفسيه البنات, عارفه ان هم بيحبوا يرموا الحاجات, وفي نفس الوقت بتعمل لها اعاده تدوير بحاجات بسيطه جدا بحزام بالحاجات اللي في الدولاب. ستارت باي ايمان, انت شرفتيني ونورتيني ايمان احمد. فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار. استنونا.
وتعلي وتوطي وتنزل وتطلع. ايه بيتو؟ مبدأ ازيك يا بيتو؟ ازيك؟ اهلا بيك في شارع النهار في قناة النهار. بيتو من اشهر الناس الدي جيز اللي موجودة. عايز اعرف يا بيتو ايه ده؟ اشرح لي. بص دي راكة راكت دي جي ها اسمها RX2. اوكي RX2 في RX1 في بايونير 2000 في 2000 نكسس في 2000 نكسس 2 هي بصرف. طب قول لي انت اهميتك ايه في الانترتينمنت او في الافراح او كده؟ ناس يقول لك هنجيب الدي جي وبيبقوا يفتكروا ان هو زي ما انت بتعمل كده بتعلي بتوطي بتحط الاغاني بتعمل الاغاني. عايزك تشرح لي اكتر المهنه دي لكل الناس. مفيش فرح دلوقتي بيتعمل غير ما بيبقى موجود دي جي. مفيش انترتينمنت بيتعمل غير ما بيكون دي جي. بيختلف واحد بقى بيشغل عربي واحد بيشغل اجنبي واحد بيشغل مهرجانات واحد بيشغل اي حاجه في الدنيا بس بيختلفوا ذوقهم. احكي لي بقى. طيب. بص هو الدي جي ده حاجة يعتبر في الفرح حاجة زي الناس زي بوفيه مثلا. ده حاجة أساسية يعني هو ده اللي بيرقص ناس هو ده اللي بيعمل ناس هو ده اللي هو اللي عامل في المكان الشغل بتاعه اللي هو الديسك جوكي زي ما احنا الديسك جوكي اللي هو بيميكس الأغاني مع بعض. ايه الاتنين دول يا بيتو؟ دي البلاي 1 والبلاي 2 السي دي سوري الهارد او الفلاش ميموري. ايوه تمام. هنا في يو اس بي 1 يو اس بي 2 دي هنا محطوطه مثلا في 2 اوكي تمام. فعشان كده انت ودي شغاله انت بتسمع الاغنيه الثانيه من بسمع هنا بسمع الاغنيه بدوس على الكيو اوكي بسمع التراك اللي بره اللي هيطلع الثاني اللي بعد الاولاني قبل يعني ده اوريدي ده طالع بره مفتوح كده فوق الشانل بتاعه مفتوح طالع بره الماستر مع ده الناس سامعاه ده اللي الناس سامعاه ثم هو كده كيو ده هي انت اللي انت بتسمعه عشان تحضر ان التراك اللي انت هتلعبه. طب انت ايه اللي خلاك تهتم بموضوع الدي جي؟ الموضوع بدا ازاي؟ هوايه بدات ازاي برضو؟ كنت بسمع مزيكا كنت شغال في اماكن فيها مزيكا شغاله كتيره زي الكلاب والحاجات دي. ايوه حبيت المزيكا من صغري بقى ما حبيت بقى العب بقى مزيكا اتعلمت حتى اتعلمت وانا واقف جنب الناس اللي كانت بتلعب مزيكا لحد ما انت بقى دي جي. انت بتحب ايه اكتر الالوان اللي بتلعبها او بتحب مثلا حاجات كلاسيك اكتر الانجليش الميكس؟ لا الميكس طبعا هو الدي جي. بص حضرتك الدي جي ميكس لا يعني هو ممكن تسمع في العربيه اغنيه اوريجينال او ريمكس. فرقة الدي جي بقى من انت بتسمع اغنيه في العربيه او في البيت انت بتميكس انت بتاخد كوبليه من التراك وتدخل عليه تراك ثاني او تدخل عليه مثلا طبله. اوكي يعني مثلا تراك انجليش دخل عليه طبله. طب ايه الفرق ما بين اعاده التوزيع وريمكس ولا دي حاجه ولا الاثنين نفس الحاجه؟ هما لا نزل. نفس الحاجه نفس الحاجه تقريبا. طب ما تيجي تسمعنا كده حاجتين داخلين على بعض. تمام نسمع بقى الناس كلها النهارده بقى مهنه الدي جي بس هي محتاجه تركيز رهيب بتهيألي يا بيتو لان انت النهارده بتسمع في الودن اهم حاجه تكون ودنك موسيقيه ودنك عشان هي بيت انت بتمشي على بيت لان انت النهارده ما ينفعش تمشي على بيت تبقى اخر الاغنيه مثلا هاديه وتقوم عامل حاجه سريعه جدا لازم البيت يبقى نفس الريتم شغال. سمعني يا فندم. انت هتسمعنا ايه بقى دلوقتي؟ تحب تسمع عربي ولا انجليش؟ عربي ندخل عربي ندخل عربي على الانجليش ندخل عربي على الانجليش انا احب ابدا بالعربي. تمام. وانت ازاي بتطور من نفسك لحد ما تلاقي الاغنيه؟ ازاي بتطور من نفسك يعني انت ايه تطوير في المجال الفني؟ بص هو المفروض يعني انا كبيتر بسمع مثلا كل اسبوع او كل 10 ايام بعمل ابديت للمزيكا. ما بتخليش البلاي ليست بتاعتك زي ما هي ما بتخليش طبعا. اللي هي الاغاني بتاعته بتبقى زي ما هو عشان حتى الناس ما بيقولوش عليه ان انت ممل يقولوا التراك اللي جاي اوكي. طب وايه اللي ممكن يميز دي جي عن التاني؟ انت اول ما تبقى باقي انا بحاول اتكلم معاك لحد ما تجهز. جهزت؟ انا جاهز. يلا بينا.
انت دلوقتي لو حسيت ان الناس هاديه هاديه تحت على ال... لا بظبط البيت عشان يخش التراك مع بعض ميك صح. بتقلل من حته وتزود من حته بحيث ان الاثنين يدخلوا على نفس التراك. صح. اوكي. وده طبعا زيه نفس الموضوع. طبعا. وده فاينل. ده انا عايز اعمل الحركه دي. لا علي بقى. حلوه دي. طب عايز اقول لك على حاجه. ازاي بتفقد ما بتفقدش التركيز مع كل الحاجات دي، ولا هي بالممارسه؟ لا بالممارسه، وتشوف الجست او محتاج ايه، شايفه بيقوم معاك ايه في اكتر. يعني مثلا الجست العادي بيحب مثلا عربي وانجليش وشويه شعبي. ايوه تمام. في افراح مثلا او كلاب او تحب كله، او تحب الشعبي يقول لك لا. طيب. مش عايز. في ناس دايما كده بتبقى دخلتها يقول لك ما تشغليش الاغاني دي وشغلي الاغاني دي، لان هم بيبقوا عايزين شكل معين. هو اي فرح لازم في بلاي ليست كده بيختاروا حاجات المعينه اللي عايزينها، بيتفق معاك فيها في الايفنت قبلها. اللي بيميز دي جي عن دي جي تاني، يعني امتى اقول بيتو شاطر وفلان لا مش عايزه؟ ايه اللي بيميز عن بعض؟ البلاي ليست بتاعت الدي جي والمزيكا اللي بيلعبها. يعني ما ينفعش يلعب حاجه غير حاجه. ما ينفعش هي مزيكا هارمونيكا، مزيكا لازم تبقى داخله مع بعض، ماشيه مع بعض، ميه واحده. طب على انك انت بتقول تبقى ماشيه ميه واحده، الميكسات اللي بتقعد تجربها انت في بيتك كتير، ولا بتعمل ايه عشان توصل طبعاً لميكس؟ وغير البيت كمان، انا لو انت شغال كل يوم ايديه خلاص بتاخد، بتبقى عارفه ايه البيت كده اللي انت سامعها تمشي على ايه هنا، فاقوم مدخل اتنين في بعض. دي جي اخره ايه؟ يعني ممكن يبقى موزع، ممكن يبقى ممكن. هو في دي جيات موزعين. طب انت بتحلم بايه؟ انا بحلم ولا انت انت عايش اللحظه انك انت دلوقتي مبسوط بيه؟ لا طبعا اي دي جي عايز يكبر. ها. لا انا طبعا انا بحلم ابقى موزع برضو، وحاجه تبقى معروفه يعني. طب ما تيجي يلا تسمعنا اخر حاجه نختم بيها كده. طب قول لي انت عايز تسمع، انت اللي هتلعبها. انا اللي هلعبها. نسمع ايه؟ عايزين تسمعوا ايه قولوا لي. نسمع حاجات لذيذه بقى على مش. فكره انا بحب. طب قول لي ولا مش نلعبها؟ يلا. وهندخل معاها ايه؟ ندخل عليها 6 الصبح. 6 الصبح يلا بينا. انا مش عايز. لا يلا يلا يلا. وهنقفل بقى، وهنقفل، هنختم لكم بقى بال. انا دلوقتي سامعها اهي وهي بتغني. حلوه. المفروض بقى عايز ترفع. ارفع على انت الدي جي بقى. لذيذ. ما هلبسها ليه بقى؟ خلاص مش هلبس هيس فون.
كان معانا فيتو دي جي، كانت مهنه قلنا لكم هي عباره عن ايه، حاولنا يعني حاولنا نقول هي عباره عن ايه. شرفتني يا فيتو، شرفتني في شارع النهار على قناه النهار، فقرات كتيره جدا جدا. هسيبني انا بقى مع الدي جي، نفضل بقى نصحل للشارع بعد سنه. استنونا في شارع النهار على قناه النهار، فقرات كتيره جدا.